النوع ديال لي بافيت فيه جهه بيضاء وجهه زرقاء دونك اون جينيرال تيتلبس هكذا الجهه الزرقاء من الداخل هاد لا بافيت هادي غادي تنفع الشخص واحد الشخص اللي تيكون مريض باش ما يعاديش الناس الاخرين اما تنشوفوا الناس دابا تيديروا لا بافيت على ان غادي تحميهم من انهم يشدوا الفيروس فهذا شيء مغلوط سمعت بان يقدر يكون العكس حيت كتبقى تهبط لا بافيت وتطلع يقدر يكون الفيروس في يدك بالفعل وتيبقى هذا واحد يعني واحد لا ماتيير اللي يقدر واخا يجيو دوك لي بارتيكول ديال الكحب عليك شي واحد ولا عطس وداز الفيروس وانت تتمانيبيولي من بعد لا بافيت راك تشد في يدك عاوتاني دونك سي واحد واحد الحاجه دو بلوس اللي حطها الجسم ديالك يقدر تشد الفيروس البارح بارطاجيت واحد لا فوتو عاملها بحال اللي قلتي زرق الداخل والبيض على برا وكاملين كيكتبوا لي في لي كومونتير راك عاملها بالمقلوب قلبها بعدا عاد نصح الناس لا لحقاش الناس اجتهدوا شي شويه وفاش عرفوا انه الا درنا بحال هكذا ما غنقدروش نعاديو الناس قالوا الا قلبناها ما غاديش يعاديونا الناس نو سي كوم سا سي فري من هنا جات هذه المعلومه لو ماسك ونعذروا الناس راه تالفين ومخلوعين وحالقوا بالفعل بالفعل الماسك الوحيد اللي تيحمي من انه انا يدوز الفيروس هو واحد الماسك من نوع خاص اف بي بي 2 هذاك الماسك تيكون مسدود من الجوانب كاملين ديال الوجه وفيه واحد لو فيلتر وخصو يتبدل كل 4 السوايع فاش تدوز 4 ساعات راه ما تيبقاش عنده طول تبارك الله وهذا قناة بزز هذا الاخر كاين موجود وطلع في الاثمان في الثمن ديالو بشكل كبير مؤخرا كاين خصنا غير نبحثوا عليه حنا بحال دابا مهني الصحه خصنا نديروه لانه تنكونوا كونفرونتي نهار كامل هذا هو السؤال اللي كان عندي وتبارك الله عليك جاوبتيني حيتاش كنلقاو مهنيين الصحه حتى هما عاملين ماسك واش هما حاملين الفيروس كورونا يعني من تما فين كنظن الناس حتى هما بداو كيحملوا الماسك اكزاكتومون مهني الصحه تيكون كونفرونتي كل نهار انه غادي يشوف مجموعه الناس غيدوزوا عليه وتيكون الاحتمال ديال الاصابه ديالو هو بهذا الفيروس هذا مرتفع بزاف بالنسبه لشخص عادي في المجتمع بالنسبه للجيل دكتور داكور بالنسبه للجيل انتيسيبتيك ولا سوليوشن هيدرو الكوليك سانكول ليها هذه تجي في المرتبه الثانيه مورا غسل اليدين غسل اليدين هو الاهم دونك نبدا نهضر على غسل اليدين ومن بعد ندوز لك لوجيل غسل اليدين تيتم باي صابون عادي ما نبقاوش نقلبوا على الصابونات المعقمه والصابونات لانه المبدا ديال غسل اليدين هو القضاء على الفيروس بالفرك بالفرق دونك من الافضل نستعملوا اول حاجه صابون اللي يكون سائل ليكيد لحقاش الصابون الاخر تنغسل وتنقدر نخلي فيه الميكروبات ويقدروا يتعداو بين ناس اخرين تيخصني ناخذ صابون ليكيد تنديرو في يدي تنهوميديفي في الاول تنفزق يدي شويه وعندي ما بين 20 حتى 30 ثانيه والماء يكون دافئ ياك ما الماء يكون دافئ وي شنو رايك في القضيه ان الفيروس كيموت في درجه الحراره اللي هي عاليه بالفعل هو تيموت في درجه الحراره اللي هي عاليه وتتكثر اكثر الا كانت درجه الحراره هابطه دونك تيخصنا بعد اليدين من الداخل من هنايا نعتبروا بان هذاك هو الصابون حيت كاين اللي كيغسل يدو غير هكذا راه صحاب له صافي غسل يدو خصنا نشوفوا الطريقه اكزاكت سيبتيك ها هو تنديرو غير وحده ولا جوج الناس تيكثروا بزاف شتهم دونك تنبداو بهاد لابارتي هادي المهم غندير بعجاله باش ما نطولش من بعد تنديرو ما بين الاصابع مزيان عاوتاني تنديرو الاصابع ديالنا تندوزو عليهم اصابع كاملين من بعد ما تنساوش الفرك ديال الاظافر ومن هذا المنطلق تنصحوا السيدات يقطعوا ظفارهم هاد الايامات نحكو مزيان والظهر ديال اليدين بجوج ومن بعد لي بواني ومن بعد تيكون ان غانساج ونحاولوا انه سونبور نسدو بشي طريقه باش نحاولوا عاوتاني لحقاش من قبل تيقدر يكون قبل ما نغسل يدي كان ديجا فاشل اكزاكتومون